سلوى عبد القادر محامية ونائب أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمحافظة اسكندرية، عضو البرلمان النسائي في اسكندرية، وعضو برلمان الدفاع عن حقوق المرأة، ومؤسسة حركة سائرة اسكندرية. وبس كفاية كده. طبعا أنا مشواري السياسي هقول إن هو ابتدى بعد 25 يناير. قبل 25 يناير أنا كنت مركزة بس على العمل الاجتماعي والحقوقي بحكم وظيفتي كمحامية، وبحكم اشتراكي في كذا جمعية أهلية، فكنت بشتغل في العمل الاجتماعي أكتر، بحبه جدا لأني بحب أعيش مع الناس ومساعدة الناس. كنت عاملة مركز مساندة قانونية من 2005 لحد دلوقتي مستمر، ده لمساعدة الحالات الاجتماعية الغير قادرات. بعد 25 يناير حسيت ان انا كان لازم يبقى لي دور على الساحة السياسية في التغيير اللي هيحصل للبلد. فأول حاجة ابتديت بمجلس الأمناء في برج العرب ونزلت الانتخابات. بعد كده 2011 نزلت انتخابات مجلس الشعب، كانت تجربة كلكم عشتوها معايا، كانت تجربة إلى حد ما حلوة. أنا بعتبر إن أنا ما فشلتش فيها، لكن استفدت منها كتير. الفترة ديت محدش نجح فيها في السيدات، 1.8 على مستوى الجمهورية، دي ما تعتبرش نسبة. في اسكندرية تقريبا محدش نجح خالص، لكن التجربة كانت مفيدة. عملت قاعدة شعبية كبيرة، جبت أصوات أنا فخورة بيها جميلة جدا بالنسبة لكم الرجالة اللي أنا كنت نازلة في وسطيهم. فأنا كمرأة في غرب اسكندرية في مجتمع قبلي، في مجتمع يعني العصبية القبلية بتغلب فيه، وبالرغم من ده فكنت بنزل في وسطيهم وواجهتهم، والناس كانت بترحب بيا في الحقيقة، يعني بيستقبلوني استقبال جميل جدا، عطوني مجموعة كبيرة منهم أصواتهم. استفدت منها كتير التجربة دي. استمريت ما يأستش بعد انتخابات مجلس الشعب 2011 لحد النهاردة وأنا في الشارع السياسي. بشتغل على حقوق المرأة وحقوق يعني حقوق الناس جميعا، مش هقول المرأة بس، لان انا كنت امنت المرأة في الحزب، لكن علشان انا شغلي متفرع في كل الميادين فخلوني نائب امين الحزب، لان انا شغلي اوسع من شغل المرأة. لكن شغل المرأة ده حتة مني ما اقدرش اتخلى عنه. عملنا البرلمان النسائي على مستوى اسكندرية بعد انتخابات 2011، لما لقينا طبعا ما فيش سيدات حالفها الحظ، فكنا مجموعة كبيرة الحقيقة من اسكندرية، جمعنا بعض وعملنا البرلمان النسائي، عملنا شغل كويس جدا. كان برلمان 2011 شغال، واحنا كنا مقسمين بعض، في ناس بتراقب البرلمان، في ناس بتعمل مشاريع قانون وبنعمل جلسات استماع معاهم وبنروح وبنعرض مشاريع القوانين بتاعتنا الى ان انحل المجلس. لكن احنا استمرنا في المجلس بتاعنا، مجلس البرلمان النسائي، ركزنا قوي على توعية المرأة سياسيا واجتماعيا، لان احنا كان يهمنا ان لما المرأة تنزل انتخابات ما تبقاش مجرد صورة في مجلس الشعب تسقفوا بس، او يقولوا ان المرأة دورها غير فعال، لا احنا كنا بنعرفها ايه حقوقك، انتي ازاي تديري حملة انتخابية لما تنزلي صح، ازاي تعملي مشروع قانون صح، ازاي ان انتي تبقي عضو مجلس شعب فعال. شغالين على التدريبات النسائية من 2011 لحد النهاردة الحقيقة، ما وقفناش خالص، وكان اخرها مؤتمر تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الأحزاب السياسية في المغرب، كان مقام في الدار البيضاء، وكان مكون من 5 دول عربية.
مصر وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين. المؤتمر ده الحقيقة أفادني جدا جدا، لأن احنا كان في تبادل ثقافات هايلة ما بين الخمس دول. عرفنا التجربة، كل دولة عرضت التجربة السياسية بتاعتها، دور المرأة في الحزب، هل هو دور فعال أم دور هامشي. في كل دولة عرفنا المرأة بتشغل قد إيه في المناصب القيادية عندها، هل هي مهمشة أو في إقصاء في الدول دي. كان في مقارنة فعالة جدا، استفدنا من تجارب بعض، لأن في دولة زي تونس مثلا لقينا إن عندهم مناصفة في المجالس النيابية، يعني 50% رجال 50% ستات، عندهم مناصفة في المناصب القيادية، فدي كانت تجربة هايلة. المغرب برضو عاطين نسبة كبيرة للمرأة في مجلس الشعب، و يعني كان من حسن حظي ان انا قابلت عضوات مغربيات في مجلس الشعب وقابلتهم، وكان في مؤتمر عام عرضت التجربة الانتخابية بتاعتي واطلقوا عليا المناضلة المصرية، فكنت سعيدة جدا باللقب اللي هم اطلقوه عليا ده، وشجعوني جدا لما لقوني ان انا لسه يعني ينزل الانتخابات او ما انزلش، لا لازم تنزلي ولازم تكملي ما تيأسيش. فانا يعني حاطة كل نصائحهم في دماغي، وحاطه كل تجاربهم في الحملات بتاعتهم، الحملات الانتخابيه بتاعتهم اللي هم كمان قاموا بعرضها علينا، ازاي وصلوا ونجحوا في الانتخابات بتاعتهم. انا حطيت كل الخطط دي في دراسه وعندي، وناويه انشرها لان انا يهمني كل ستات مصر تستفيد منها، ويا رب تكون انا تجربتي الكل يحب يستفيد منها. شكرا ليكم وشكرا للطبعه الاولى. ميرسي.